جديد في فير بلاي متواصلين حتى للخمسة، ونبدأ نستقبل أول ضيوفنا هيثم الهيشري رئيس لجنة أحباء السيابي. اليوم كانت وقفة احتجاجية لأحباء السيابي، ولو أنه محضر فيها حتى محب للسيابي. تو ناخذ التفاصيل عليه وكيفاش ما عند هيثم الهيشري. هيثم أهلا بيك. أهلا وسهلا أخويا سلام، تحية ليك وتحية كافة الكيب وكافة مستمعين راديو إكسبريس إف إم. مرحبا بك هيثم. دونك كما قلت كان بريفيو تكون وقفة للأحباء، وهذا حتى أكده لنا السيد رياض مقديت في مداخلة سابقة نطق رسمي باسم السيابي، لكن اليوم تفاجئنا حتى كي حكينا قبيلك قلت لي ما فماش أحباء، كانت فقط للوقفة مديرة. علاش علاش الساعة هذا؟ هل عزوف من الأحباء ولا شنو بالضبط؟ والله اخويا اسلام الساعة اول حاجة نحب نبدأ مداخلتي نترحم على شباب تونس اللي كلها البحر، معناها قبيلي شيء اسف معناها كراوة 20 موتة مزالوا ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله ربي يسمعنا البيع على اللي بقاوا فينا. المهم معناها الدولة نشحت في انها تكره الشباب في الرياضة، تكره الشباب في البلاد جملة. اللي صار اليوم معناها عزوف كلي من جماهير النادي الرياضي البنزرتي، هذا يا اخويا حصيله معناها بتاع استهتار عنده مده كبيره، شيء اسف بالرسمي شيء اسف. اللي مازال الجمهور مازال مش حاسس بالقيمه ومش حاسس قيمه النادي الرياضي البنزرتي، ما هوش حاسس بالوضع الاستثنائي اللي وصلنا له، سيتري جراف اللي وصلنا له تويكا، وربي قدر الخير وربي معانا ان شاء الله اخويا يفيقوا فينا المهم ان شاء الله يفيقوا ويحسوا تو قبل ما يفوت الفوت. شنو سبب هيثم أزمة ثقة؟ شنو العبيد فدت ولا نعرف سخانة بدكش اليوم؟ نعرف شنو سبب ما؟ والله يا أخويا شو باش نقول لك، أنا التفسير الوحيد أنا اللي مفسره فما عزوف كلي على الرياضة في بنزرت. أخويا أنت ما عندكش تيران، التيران اللي باش يلم الجمهور عندك خمسة سنين، راهي الناس هربت من الغرام، معناها خمسة سنين بلاش تيران، ما عندكش لوكال، ما عندكش سال دي رينيو، ما عندكش سال دي ترافو، ما عندك حتى شيء، ما عندكش مجازة، ما عندك حتى شيء، منشئات صفر في بنزرت، بنية تحتية رياضية صفر. قل قلت العبيد معناها خرجنا قبل وضربنا وجرينا وسعينا وعملنا وقادينا فينا المول فينا روحنا نعوموا ضد التيار، معناها مانيش انا مانيش مستغرب معناها حاجة كما نقولوا احنا بردت العبيد بردت على الرياضة وبردت من الجمعية، ماهوش هو عذر، عمره ما كان عذر. فينا المهرة والجمعية قوية كان بجمهورها، الجمعية ملك الجمهور ما هي ملك لا زيد ولا عمر، المسؤولين الكل يجي وتمشي ويقعد كان الجمهور هو رأس مال الجمعية. بون والله ما هو سبب مقنع هيثم غياب استاد، حتى تقريبا في تونس الكل اللي حبيه يدخلوا بالألف والفين مع بون، اما تقول لي ما عرفش حبيه سيابي كان يضربوا بهم مثل اللي يمشي مثلا لما الملعب ملعب استاد سيابي كان زكتوب اللي خاف مجموعة متاع السيابي اليوم وين وسبوان، معناها فما حتى محب يحضر في واقع احتجاجية، معناها هربت كما قلت لك سليم، هربت العبيد رايمة، هربت العبيد من الكورة شوية شوية من حنا شوية مرتبط لدين، معناها كانت قبل فما أطراف سياسية استغل جمهور النادي الرياضي البنزرتي معناها الأغراف معينة، وتعرف أنت حاجة كي ظلي فيها سيابي سبونتانيمون يخرج الجمهور، معناها فما الناس واعية وتتبع وفما الناس ما تعرفش استغلوهم معناها وصارت تتبعات عادية وصارت برشا مشاكل، فهمتني صارت برشا مشاكل العباد ولات الناس تخاف، فهمتني خويا والسياسيين تويك راهو فما ديزيكو معناها عندنا احنا في بنزرت هنا فما ديزيكو اللي فما احزاب سياسيه تحب تستغل الفراغ الاداري تو بتاع النادي الرياضي البنزرتي، الفراغ المالي مش الاداري اللي معناها الموجود، وتحب تستغل التشنج بتاع الوضع الحالي باش كيما نقولوا احنا تشنيج الامور، احنا معناها ديما بالمرصاد هي واقفه معناها باش ما تصيرش مشاكل، نعرفوا احنا اللي دولتنا تعيش طيب في ظروف سياسيه صعيبه، فما فراغ على مستوى الحكومه وماناش باش نعطيه الفرصه لحتى حد انه باش يخدم جمهور النادي الرياضي البنزرتي باش يخدم بنزرت عموما معناها. هيثم تقريبا حتى الكونت اللي تعلم تاع الجامع في موضوع اخر كونت اف تي اف سي بي سوليداريتي ظهر لي انا سمعت فيه حتى فرانكي لحد الان ما صب حتى حد تقريبا عنده جمعه هو كونت. لا فيه فلوس معناها مش بالك البري مش بالبري سمعت ما صب حتى حد مش بالبري معناها اللي احنا انتظرناه، لكن اخويا اسلام حاجه نحب نقولها لك، المسؤولين في بنزرت ومسؤولين الدوله اللي لاهين بالرياضه نجحوا يشتوا الجماهير ونجحوا في انهم يكرهوا الجمهور في الكوره، وخاصه معناها خاصه في بنزرت. انت اليوم معناها كمشينا احنا الستير وانا كنت معناها حكيت مع سي زاوي اللي هو نائب بتاع البي دي جي،
صارت مرة جلسة في وسط الولاية وكان ملف ناقص ورقة، وتعهد الوالي والي ولاية بنزرت سي محمد قويدر اللي هو عنا أعلى سلطة واللي هو يمثل الراية التونسية ويمثل رقيس سعيد الرئيس في ولاية بنزرت، تعهد شخصيا قال أنا نتحمل مسؤوليتي وأنا نصحح في بلاصتهم هما، ومن بعد أنا معناها نكون همزة وصل ويجيكم الأوراق اللي مستحقتهم وترفضت. معناها اليوم أنا طلبت منهم هما يا أخويا أنتم عندكم مشاكل أوراق معناها ما تنجموش تعطيوا للجمعية المنحة بتاعها، ورغم اللي احنا نعيشوا في ظروف استثنائية يا أخويا إيجا نعملوا كونترا سبونسورين بما أنك أنت شركة منتصفة في الجهة، إيجا أخويا خلنا نعملوا كونترا ونحطوا لك السجل بتاعك على المريوط وعطينا أخويا منا ونتفاهموا في قيمة الأخذ كما قلوا احنا، ورغم اللي هذه معناها مش مشمولياتي أمانة احنا كسيبورتريات رانا واقفين للجمعية باللي نقدروا. شردونا اخويا اسلام من الاخر شردونا، 5 سنين انك تراك ما عندكش تيرا راهو حاجه كبيره برشا، راهو ما عندكش دار يا اسلام، ما عندكش عرس اخويا، ما باش تبني دار ما عندكش عرس، راهو تيرا هو اللي يلم العائله، انت ما تنجمش تلم العائله وانت ما عندكش تيرا. اما لازمش لعبه ايس، لازم اكيد جمهور سي بي عودنا ديما ولا جمعيته لازم يتحركوا شويه اكيد، مهما تكون لسي مهما تكون الهيئه مهما تكون انت مع فلان مع فلتين، ظهر لي مصلحه سي بي اليوم ظهر لي وضعيه صعيبه شويه باش ما نقول صعيبه برشا، لازم الناس كل تتحركوا، وحتى انتم هيثم كاجنت لحباه ظهر لي دوركم توعيه لحباه لازم يعاونوا ويقفوا جمعيتهم هكا ولا هيثم. صحيح اخويا احنا الايامات اللي فاتوا كل كنا اجتمعنا بخلايا معناها وخدمنا على المستوى الاعلامي وخدمنا على مستوى معناها اذاعات الجهه حتى اللي باش فيسبوك وخدمنا برشا حاجات، الا انه كيما كنت معناها نحكي لك وكيما فهمتك قلت لك راه الوضع السياسي تعيش في وضع خايب جمله، تراكمات بتاع استهتار تراكمات بتاع المبالات الكل ادات البرود كل اخويا للجماهير الرياضيه بردت العباد، فما معناها مشاكل امنيه وحاجات فما برشا حاجات خليت العباد تتعب. انت عباره ريت خويا اسلام يجي نقول لك حاجه تعوم ضد الطيار هذا هو كاو. هيثم مش عملته اليوم شنو صار؟ اليوم سي زيو يعطي الصحه بارك الله فيه بالمناسبه هو كابيس وبنزرتي معناها ويتحمل مسؤوليه كبيره في اللي نحملوا مسؤوليه بما انه هو كابيس معناها ولد الجهه ولد الجمعيه لازم يقف لجمعيته كما اي سيبورتير كيف انا كيف هو ما نزيد عليه حتى شيء، هو كابيس يحب سيابي وانا كابيس نحب سيابي، لازم ياخذوا يقفوا لجمعيتهم ولازمهم يضربوا بالحق يضربوا على حق الجمعيه ويعطونا يعطوها منحتها ويعطوها قدرها ويعطوها قيمتها. اليوم قاعد هو قال بقدره ربي من هنا نهار ثلاثه نهار الاربعه معناها باش نمكنوكم من 80% من قيمه المنحه. اللي هي 200 مليون المنحة قديش معناها؟ هي كانت 250 ما نعرفش ان 50 قدموهم ولا شنو عملوا لهم، نعلم بها انا 250 كانت طاحت تويكا ال 200 ان شاء الله يا خويا نخلطوا حتى ل 150. علاش 80% الباقي وقتاش ما قالكمش؟ ما والله يا خويا شو نقول لك يا اسلام، ناس خويا يمكن كان يعرض قيس سعيد يكلموك وتكلمهم هما متكبرين على الجمعيه مش حاسين بقيمه مش حاسين بالخسر بالرسمي مش حاسين بالخسر، راسي جراف كانت سي بي الله لا يقدر الله لا يقدر كانت تيح للديفيزيون دي راهو راهي تصير كوارث راهو تصير كوارث كبيره خويا سي بي راهو حاجه كبيره راهو في بنزرت احنا عنا البحر وعنا سي بي واحنا في بنزرت بعد القران راهو عنا سي بي ما عنا حد شيء ما عندنا حد شيء راه وتصير حاجات كبيره، هذا مش معناها من باب انا مشنج ولا واحد، اما راه نحط في العباد في هلمه المسؤولين هذوما اللي مش حاطين قيمه القدر وقيمه الخطر قاعدين نحطوا فيهم خويا في اطارهم، راهو يصير حاجه خايبه، بالعكس لازم تفرح انت كي نقول لك انا حاجه كذا امنيا احنا حتى امنيا يا خويا بلادنا ذي ما نحبوش تصير حاجه خايبه احنا في بلادنا ولا في جمعيتنا، يجي خويا خلينا نقفوا مع بعضنا منعوا جمعيتنا وكانت احنا كوره هذيك حاجه اخرى يا خويا هذيك كانت احنا كوره، حتى واحد ما باش يتغشش انت كي تلعب ترى احنا خسرنا مع استاذ التونسيان في العائله خسرنا اربعه واتفقنا عليهم معناها راهو احنا مقتنعين في نلمو احنا جمهور كبير ونعرف الكوره، لكنه انك تظلمني ما تمكننيش من حقوقي وتخرجني من التيران بتاعي وتكنترني وتعمل لي 100,000 حاجه نحس اللي انتم عاملين مكيده ضدنا احنا وستير وراتنا لموفيزفوا اللي هي قاعده تخدم ضد النادي البنزرتي. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك هيثم الهيشري على كل التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص الوقفه الاحتجاجيه للسي بي اليوم. دونك موزيكا بعد الاخبار بعد مواصلين فير بلاي حتى